فإن هذه اليوغا ديانة، اليوغا ديانة ولا يجوز أن تستخدم، يعني هذه الديانة يدعى إليها والعياذ بالله، الدعوة إلى الديانة كفر والعياذ بالله، أن يدعى إلى غير دين الله تبارك وتعالى كفر. وصحيح الذين يتعاطونها اليوم هم لا يتعاطونها على أنها ديانة، يظنون أنها رياضة، فهم قد لا يكفرون بهذا، لكن من عرف أنها ديانة وتعامل معها على أنها ديانة وفعلها، كمن يؤمن بالتوراة والإنجيل والديانة الهندوسية والديانة البوذية وغير ذلك، هذه ديانة، عبادة، تتخذ عبادة عند من أصلها ووضعها، هذا لا يجوز، فلا يجوز العمل بها، ولا يجوز أيضا إقرار هذا على الغيدب على المسلمين حقا، من كان يعرف المسؤولين في هذه الشركة أن يوجه لهم هذه الرسالة، يناصحهم ويذكرهم بالله تبارك وتعالى، وإن شاء الله يصلهم هذا الكلام ويمتنعون عن هذا.